في حراسة المرمى بقى المتألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر بيحظى بمتابعة واهتمام الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس اللي عبر عن سعادته الكبيرة بالمستوى اللي واصل له محمد الشناوي واللي ظهر عليه في المنتخب. وقال الكابتن طارق إن الشناوي بيعيش حالة من التركيز الشديد وحفاظه على نظافة شباكه في الثلاث مباريات نتاج هذه الحالة الجيدة اللي بيعيشها، خاصة المباراة. بص يا استاذ ابراهيم، احنا احيانا نقول كلين شيت ويكون يعني اختبر مرة او اثنين، لكن امبارح لا، ده ماتش كتب باسمه. صحيح، لانه اذا قلنا جون حارس المرمى له تأثير او جزء كبير من النتيجة، بالامس كان محمد الشناوي في هذه الحالة. ولذلك تجد جميع الاستوديوهات اختارته رجل المباراة، جميع الاستوديوهات حتى لو اللجنه ما اختارتهوش، لكن الناس كلها اجمعت. اللجنه طلع طبعا كابتن شطه وضح حاجه معينه، ان في كره او اتنين اعتبروه بيضيع وقت، لكنه حقيقه الامر قد يكون في اصابات، يعني خصوصا الكره الثالثه اللي هي عدت منه والناس افتكرت ان او وقيل ان هو يعني ما طلهاش فضيع وقت، لا، وهو نازل في ركبه حد من زمايله جت في ودنه وهو مسك ودنه. يعني يا ريت اللقطه لو عندنا ومسموح ان احنا هتبقى واضحه جدا، ما كانش بيدعي الاصابه، فهو يعني اتظلم في التقييم ده، لكن يكفي ان تقدير الناس له في الاخر. انت احترام الناس اهم شيء، احترام اللعيبه اهم شيء، احترام الجماهير اهم شيء. ما فيش استوديو داخلي او خارجي ما قالكش ان الشناوي بطل هذه المباراه، بس هو يحافظ على كده. وكمان الرقم الشخصي للشناوي انه لوحده يخوض مباريات الدور الاول ويطلع بشباك نظيفه. الدوره اللي فاتت في 2017 مصر حافظت على شباكها في الدور الاول، بس كان بمشاركه اثنين حراس مش حارس واحد. ايضا مصر سبق ليها ان هي حققت الرقم ده في 94 لما اقيمت البطوله بمشاركه ثلاث منتخبات فقط في كل مجموعه مش اربعه، ليصبح الشناوي هو الحارس المصري الوحيد اللي حافظ على شباكه في 270 دقيقة في دور المجموعات. ده حاجة كويسة. الحالة الذهنية والتركيز عجبني جدا جدا بقى لما طلع اتكلم بعد المباراة. في تواضع، ما كانش في غضاضة عنده. ما عادش بقى يعيش دور الزعلان وانا انا اشاد بزمايله، اشاد بالروح القتالية. عبر عن اسفه لإصابة جنش وقال ده زميل عمري وده راجل وهيرجع أحسن مما يكون. كان يعني تصريحاته كلها إيجابية تعكس على نضج الشناوي وتعكس على إنه ناوي ياخد الفترة الجاية. الشناوي ناوي على إنه يحافظ على هذه المكانة، وبإذن الله يعني ينتظر الكثير يعني. طيب، دي إشادة المهندس عدلي بالشناوي. نشوف رأي الجمهور كمان في حارس مصر المتألق. في تحفظ طبعا على بقى اداء الفريق ككل. احنا كنا نتمنى ان يكون الفريق احسن، بس احنا عزائنا الوحيد ان احنا خدنا المطلوب من المباراه وخدنا المطلوب من الدور الاولاني، وبنقبل ان شاء الله في الدور الثاني والادوار الاقصائيه يظهر فريقنا بمستوى الحقيقي. احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، على مستوى عالمي، ونتمنى ان هو ده يظهر في الفترات اللي جايه ان شاء الله. الشناوي رجل المباراه الاول في الشوط الاولاني، شال عده فرص محققه للفريق الاوغندي، فيعني بنحييه تحيه خاصه جدا 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 على المستوى اللي ظهر بيه. بنبارك لمنتخب مصر وللجماهير الكبيره اللي كانت حاضره هنا وفي الاستاد. تمام، طبعا المنتخب كويس بيتطور ماتش مع ماتش مع الثاني. تمام، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. يعني هو بلا منازع الشناوي، الشناوي شايل كتير، يعني مش عشان اهلاوي، لا، الشناوي شايل اجوان كتير، وكله متفق ان الشناوي هو نجم اللقاء. يعني احنا طالعين ثلاث مباريات كلين شيت، خمس اهداف كده زي الفل، يعني مش محتاجين حاجه تاني. المباراتين الاولانيين كان مستوى اقل شويه، انما المباراه ديت بصراحه الشناوي كان 100 100. كل اللعيبه اجتهدوا والحمد لله، عملتوا مباراه كويسه وعايزين المزيد احسن من كده. نجم المباراه محمد الشناوي بصراحه، يعني الحمد لله ربنا وفقنا
وبرضه بالخبره بتاعت مصر قدرنا نفوز 2-0. فريق تاني سهل، مش سهل يعني، فريق صعب جدا، والاداء كويس وربنا يفهمه، هيتحسن الفتره اللي جايه ان شاء الله، هيتحسن وهيبقى حاجه جميله ان شاء الله. اداء منتخب مصر هو زي بقيه الماتشات اللي فاتت، للاسف شوط اول قوي جدا وكويس جدا، الشوط الثاني مش عارف ايه اللي بيحصل في المنتخب، نفس المشكله النادي الاهلي عليه من فتره كبيره، بس الحمد لله دلوقتي يمكن في الاداء اتظبطت. في المنتخب لسه في علامات استفهام بصراحه الشوط الثاني، انا الان المنتخب يلعب ماتش قوي بعد كده الله اعلم، بس اهم حاجه الحمد لله، الحمد لله على المكسب والحمد لله على تصدر المجموعه، وان شاء الله يكون خير الفتره الجايه. الحمد لله المنتخب تصدر وجرب 9 نقاط، بس احنا النهارده بنشوف في افريقيا وبنشوف منتخبات صغيره ما بقتش صغيره. النهارده مدغشقر كسبت نيجيريا 2-0، منتخب مصر بالاداء ده لا هو اداء يخوف يعني، الحمد لله على النجاح في جمع النقاط، لكن لو قابلنا فريق كبير، قابلنا كوت ديفوار، قابلنا المغرب، شفنا المغرب والجزائر وفرق بتلعب كره جميله جدا بصراحه، الاداء المنتخب برضه علامة استفهام كبيرة يعني، علامة استفهام. شابول الشناوي وشابول كابتن احمد ناجي، ما شاء الله ما شاء الله، الشناوي حارس مصر الاول او بمعنى صح حارس مصر الاوحد. النهارده منتخب اوغندا يعني ما كان بيحاول انه يوصل، ما وصلش. انت النهارده بتحط جون وبتريح وبتلعب برضه في اريحيه وما عليكش ضغط ولا اي حاجه، لكن احنا يهمنا انك تفل اي كل الادوار كده، انك تجمع 9 نقاط توصل اول مجموعه خلاص انت كده بتستريح. ايا إن كان انا يهمني ان انا اوصل كل دور للادوار اللي بعده، ما يهمنيش اي اداء، لا تفرق الاداء بتاع المنتخب، يهمني ان انا اوصل للنهائي. لو وصلت النهائي وانا ما فيش اداء هبقى كويس، لكن لو عملت اداء كويس وطلعت مش هقول طلعت بدأ مشرف، لا هي بيزنس وبتحسب كده. ما شاء الله ربنا يكرمك وتكمل ادوار الثانيه كلين شيت، وان شاء الله انت معروف انك حارس مرمى الاول للاهلي وحارس مرمى المنتخب الاول، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق وتبقى احسن لاعب في البطوله ان شاء الله. يعني المسألة لما تبقى واضحة قوي ما بيبقاش عليها خلاف بين الخبراء والجماهير. يعني تعكس رؤية ناضجة جدا للجماهير، كل الناس عرفت ان احنا خدنا المطلوب من هذا الدور، كل الناس اشادت بالنتيجة، تحفظت على الأداء، اختارت الشناوي رجل المباراة، وكل الناس قال لك نرجو في الأدوار الإقصائية، شوف التعبير بتاعهم، ان أدائنا يتحسن وبرضه بالكلين شيت وان احنا نكمل بالطريقه دي. وهذا يعني يبقى لو تحقق يبقى باذن الله انا هطمئن على الاهلي من دور الاربعه، لو وصلنا له الصعوبات هتبقى قبل كده باذن الله، ما حدش يوقفك. رغم اطمئن على المنتخب. انا قلت الاهلي؟ الاهلي هو المنتخب والمنتخب لا يعني المنتخب. طبعا المنتخب احنا ما حدش يعني هو المنتخب دلوقتي، لكن انا بكلم بنفس المشاعر ان انا بشوف الاهلي ازاي باستمرار، لما توصل للادوار الحرجه مستواك بيتحسن فيها. اعتقد تركيزك بيعلى بقى. تركيزك بيعلى، لا وفي هيحصل انسجام اكتر والدوافع هتزيد عندك. انت ممكن تكون في بتحقق المطلوب فاللعيبه بترخرخ شويه. هتشوف صلاح احسن، هتشوف تريزيجيه احسن، هتشوف طبعا مستوى المنافس هيشدك، الدفاع هيكون اكثر صلابه مؤكد. انا مبسوط لحد دلوقتي من اداء ايمن اشرف جدا، ومبسوط شايف ان المحمدي يعني اكتر مره بيدي منتخب مصر وبيحقق بشكل ايجابي معانا، سيبك من الاجوان اللي بيجيبها. انا بتكلم على اداءه هو. طبعا ليا اعتراضات على بعض حاجات، لكن لازم ادي الاجابات الاول لانه ده اللي احنا عايزينه. منتخبنا يشي بالكثير، لكن لو فضل على الاداء بتاع امبارح هنبقى قلقانين، لان قدامك منتخبات بتدي اداء